متابعينا متابعي طقس العرب الكرام في الأردن، أسعد الله مساءكم بكل خير وصحة. نقدم لكم حالة الطقس المتوقع اليوم الغد في عموم مناطق المملكة. نبدأ معكم بتوقعات الليلة القادمة في العاصمة عمان. توقعات بسيادة أجواء مستقرة مع صغرى متوقعة في العاصمة عمان بحدود 11 درجة مئوية، نسب رطوبة مرتفعة تقارب حاجز 90% مع ظهور بعض السحب على ارتفاعات مختلفة. توقعات يوم غدا الاثنين بمشيئة الله في عموم مناطق المملكة. نبدأ معكم في المنطقة الشمالية، توقعات بالمزيد من الارتفاع في درجات الحرارة بحيث تقترب أو تتجاوز معدلاتها بقليل الاعتيادية نسبة لهذا الوقت من العام. عظمى متوقعة في سائر المنطقة الشمالية ما بين 17 إلى 18 درجة مئوية، تنخفض أقل من ذلك في مرتفعات جرش وعجلون مع أجواء غائمة جزئيا إجمالا. هنالك احتمالية بسيطة لهطول زخات خفيفة من الأمطار في أجزاء محدودة من المنطقة الشمالية. توقعات المنطقة الوسطى، نبدأ معكم بالعاصمة عمان. العظمى متوقعة اليوم الغد 17 درجة مئوية، تكون أعلى من ذلك في المناطق الأقل ارتفاعا في العاصمة عمان، تصل إلى قرابة 20 درجة مئوية. كذلك الحال في مدينة الزرقاء على سبيل المثال. منطقة البحر الميت عظمى متوقعة بحدود 25 درجة مئوية مع أجواء مائلة للدفء مع ساعات الظهيرة في منطقة البحر الميت، مع ارتفاع آخر الحارة مقارنة بيوم الأحد. توقعات المنطقة الجنوبية، أجواء باردة نسبيا في هذه المناطق نظرا لارتفاعها عن سطح البحر، لكن نلاحظ معكم أن الأجواء غائمة جزئيا في بعض من تلك المناطق على فترات، أجواء صحوة مشمسة على النقيض في مدينة العقبة ومعان مع عظمى متوقعة في العقبة بحدود 25 درجة مئوية. توقعات المنطقة الشرقية، توقعات بأن تصل العظمى فيها إلى حدود 20 درجة مئوية في العديد من هذه المناطق مع أجواء غائمة جزئيا بسحب على ارتفاعات مختلفة وإسمار الطقس المستقر لليوم الاثنين. كان كل ذلك حتى اللحظة. إلى اللقاء.